نخرج بقى من المواقع دي وخلونا نروح لخبر تاني او موضوع اتكرر تاني خلال اسبوعين. سرقة داخل الشرطة. الأولانية كانت من 8 أيام لما عرفنا إنه تم سرقة 90,000 جنيه من مديرية أمن اسكندرية. وكنا يومها بنتساءل هو مش هيطلع بيان من الداخلية تقول لنا إيه اللي حصل في الموضوع ده؟ لكن النهاردة حصلت حاجة تانية، حصلت سرقة ل 246,000 جنيه من مكتب جوه مبنى الحماية المدنية في العتبة. وده حسب الأهرام. كانوا موجودين في شنطة كانوا مخصصين لمرتبات الضباط والأفراد. طبعا أجهزة البحث طبعا بتحاول إنها توصل للحرامي، لكن الأمر العجيب جدا إن السرقة دي أو السرقتين دول بيتم داخل مقرات أمنية تابعة للشرطة. بنتكلم عن سرقة مرتبات ضباط وأفراد الأمن، فلوس كانت في شنطة والشنطة اختفت. طبعا بخصوص الواقعة الأولانية بتاعت سرقة مديرية أمن اسكندرية، كانوا أعلنوا من 4 أيام إن هم قبضوا على المتهم بسرقة خزينة مديرية أمن اسكندرية وإنه تم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معاه. نتمنى بقى إنه يتم القبض على اللي سرق مرتبات الضباط وأفراد الأمن في الحماية المدنية في القاهرة، لأنها يعني الواقعتين دول بيبعتوا إشارات مش لطيفة. المصدر أكد إن المتهم بالسرقة تم الاستدلال عليه من خلال تحليل عينة الدم، وده طبعا في مديرية أمن اسكندرية، ولقوه في مكتب الحسابات وجاري عرضه على النيابة. نتمنى برضو نسمع حاجة وتطور في القضية التانية.